بسبب غياب المحاسبة، النمسا بجانب بعض الدول العربية بمستوى الفساد. ارتفاع حالات إفلاس الشركات والأفراد العام الماضي. إدارة المرور تطور ملصق تسجيل السيارات اعتباراً من الشهر المقبل. اعتقال نمساوي تداول صور لأطفال ونساء من شرق آسيا. مشفى جامعة إنسبروك ينجح بأول زراعة لكلية من زمرة دم مختلفة. نشرة الأخبار على شاشة النمسا ميديا، أنا هيفاء أحييكم، أهلا بكم. خسرت النمسا 3 نقاط إضافية في مستوى الفساد وانتقلت إلى المركز 22 في موازاة مع بعض الدول العربية. وحسب منظمة الشفافية الدولية، تمنح النقاط وفقا لما إذا كانت الحكومة قد نجحت في كبح الفساد وما إذا كان المسؤولون الفاسدون قد تمت مقاضاتهم، إضافة للرشوة والمحسوبية واختلاس الأموال العامة والملاحقة القضائية الفعالة وآليات النزاهة في القطاع العام. وقد حصلت النمسا على 71 نقطة من أصل 100 نقطة، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى ونيوزيلندا وفنلندا المرتبة الثانية. ارتفع عدد حالات الإفلاس العام الماضي مع توقعات باستمرار هذا الوضع العام الجاري بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، كان هناك أكثر من 8000 حالة بزيادة وصلت إلى 13% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط الدين لكل حالة إعسار حوالي 110,000 يورو. وقال كارل هاينز غوتسي رئيس جمعية مراقبة الإفلاس، نتوقع ما يصل إلى 10,000 حالة إفلاس العام الحالي بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي. أعلنت إدارة المرور في النمسا عن تغييرات جذرية في ملصق تسجيل السيارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحيث يجلب المزيد من الأمان. وبحسب صحيفة هويتي، يكون هناك رمز للاستجابة السريعة QR مطبوع على الملصق. ويوضح أندري بروسينس الفني في OAMTC أن الرمز يوفر الأمان عند شراء سيارة مستعملة، واعتبارا من 20 أيار مايو المقبل يجب تسجيل بيانات الأميال واستهلاك المركبات المسجلة لأول مرة اعتبارا من بداية 2021، وذلك لدراسة قيم الانبعاثات أوروبيا. اعتقلت شرطة النمسا العليا رجل متهم بإساءة استخدام صور لآلاف الأطفال من شرق آسيا. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، قام نمساوي من منطقة فوكلار بروك بجمع الآلاف من صور إساءة معاملة الأطفال منذ عام 2016، إضافة لعرضها. وقالت الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات، وتمت مصادرة العديد من البيانات أثناء تفتيش منزله، حيث كشف تحليل اللقطات أن الرجل يمتلك أكثر من 4000 صورة، وقد اعترف بأنه يقوم بذلك بتكليف من طرف آخر مقابل المال. نجح مستشفى جامعة إنسبروك ولأول مرة في النمسا بزراعة كلية لطفل من متبرع من فصيلة دم مختلفة، أو ما يسمى عمليات زرع الكلى غير المتوافقة مع فصيلة الدم. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، تبدأ المرحلة الحرجة قبل 28 يوما من الزرع، فيما أوضح اختصاصي الكلى هانس نويفيرت، كان تبرعاً حياً من أب من فيينا إلى ابنه البالغ من العمر 13 عاماً وكلاهما بصحة جيدة. يذكر أن زراعة الكلى هي عملية جراحية لزرع كلى سليمة مأخوذة من متبرع حي أو متوفى داخل جسم شخص لم تعد كليتاه تعملان بطريقة صحيحة.
ومع هذا التطور الطبي نتمنى الصحة الدائمة لكم متابعينا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كنت معكم أنا هيفا، ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله.